السلام عليكم ورحمة الله. هذا الفيديو توضيح هام لطلاب ومدارس محافظة البصرة. مديرية تربية البصرة تؤكد أنها لم تحدد موعد استئناف الامتحانات لحد الآن، وسيصدر بذلك إعلان في وقت لاحق. طبعا مديرية البصرة تربية البصرة تقول لحد الآن ما حددنا موعد امتحانات الدور الثاني للمراحل الغير المنتهية بعد عطلة زيارة الأربعين. لكن قبل هذا الفيديو لما نشرنا لكم بأنه على أساس المحافظات وإياهم محافظة البصرة امتحانهم يوم الاثنين 19/9 على أساس باكر، لكن وراء يعني كم ساعة قالت مديرية البصرة ماكو باكر امتحان، لحد الآن ما حددنا موعد امتحانات الصفوف الغير المنتهية الدور الثاني. فهذني فقط هذني المحافظات اللي عندهن باكر امتحان يوم الاثنين 19/9 هي النجف، او كربلاء عندهم 21 يوم الاربعاء، ذي قار عندهم 19/1 يوم الاثنين باكر، المثنى باكر، بابل باكر، البصرة ماكو باكر، صلاح الدين يوم الاثنين ايضا باكر، وميسان باكر. اذا كلها الامتحانات اللي اجلت الامتحانات المحافظات عندهم امتحان باكر يوم الاثنين 19/9 امتحاناتهم، فقط محافظة كربلاء عندهم 21/9 يوم الاربعاء، ومحافظة البصرة ما عندهم باكر امتحان ولا بعده، يعني بعد لحد الان ما حددت تربية محافظة البصرة الدور الثاني للمراحل الغير المنتهية.